مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من قناة سيسات الفضائية. نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج همسات عبر. رحبوا معايا بالأس الدكتور يوحنا زكريا. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك. واللي حضرتك هو برنامجك وأنا ضيفة به، فرحب حضرتك. ربنا يباركك. طب خليني ممكن نبدأ حلقتنا ونطلب من حضرتك ندخل محضر الرب ونصلي من أجل البركة. آمين آمين آمين. أبونا السماوي، بنشكرك يا رب من أعماق القلب من أجل هذه الشركة اللي أنت أعددتها لنا، من أجل هذا البرنامج اللي أنت أقمته، من أجل هذا المنبر يا رب اللي أنت أنشأته علشان تبارك الكل يا رب. مد إيدك بالبركة على كل إنسان يشاهدنا، إذا كان على الهواء أو في الإعادة أو يشاهد في على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو في أي وسائل التواصل، إنك تلمس القلوب وتغير العقول وتغير كل قلب يا رب، تخلي كل إنسان يعرفك معرفة حقيقية يا رب. يا رب بنصلي بإن أنت تحرر النفوس يا رب، النفوس جعانة ليك يا رب ومشتاقة لك، لكن ما تعرفكش معرفة حقيقية يا رب. أنت اللي تعلن مجدك في الأيام الأخيرة دي يا رب. يا رب أنا بشكرك من أجل إحساناتك، من أجل البركة، بشكرك يا رب من أجل هذا المنبر، من أجل كل اللي أنت أقمتهم في هذا المنبر إن هم يكونوا فعلة في حقلك. مد إيدك يا رب بالبركة على كل إنسان النهاردة، واستخدم الكل لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. أذكر بلادنا، أذكر ولادنا، أذكر اجتماعاتنا، أذكر كل إنسان يا رب بالبركة. يا رب عايزينك النهاردة تبارك الكل وتعطي الكل بسخاء، لأنك تعطي بسخاء ولا تعير. بشكرك بعظم اسمك، ليك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين أمين أمين. الصلاة جميلة جدا، وربنا يباركك يا جناب قسيس. كمان حابين ندخل كمان في كما تعودنا بكل حلقة بعد الصلاة ندخل محضر الرب ونترنم لنا ترنيمة. يا ريت ترنم لنا أمين. ترنيمة ونقول للرب احنا محتاجين روحه. أكيد. في الأيام اللي احنا فيها دي احنا محتاجين روح الله. نعم. فتعالوا النهاردة نصلي الترنيمة دي ونقول له يا رب أنا محتاج لمسة منك، أنت لمسة منك، لأن أنت لمستك تشفي تحيي، لأن كلمتك محيية لك المجد يا رب. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما أجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي برقني واشفيني. البسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي برقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من قطب ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك لمسة من هدب ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني.
اجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحرقني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطف رنيني وشفيني البسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني انا جاي حزين عزيني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب رني وشفيني المسني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني فعلا فعلا ترنيمة جميلة والكل محتاجة لهذه اللمسة من ربنا لمسة شفاء لمسة حنان فحبيت أقول للمشاهدين الكرام بأنه تليفونات القناة مفتوحة كلها على 919-391-7000 وعلى كمان رقم الفايبر اللي حيظهر على أسفل الشاشة وإحنا كمان لايف على الفيسبوك لو كنتوا حابين طلب الصلاة الأسيس ممكن يصليها لكم أو لو حابين تشاركونا في موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا ممكن تتصلوا وإحنا بانتظار اتصالاتكم جناب الأسيس سمعت من حضرتك أن في موضوع مهم موضوع اليوم موضوع مهم جدا هتكلم عليه هو موضوع يخص كل إنسان يا ترى أيه هو الموضوع؟ هو بصراحة لما نيجي نتكلم في الفكر المسيحي بنتكلم على أن الإنسان هل الإنسان ده مسيحي ولا مش مسيحي لكن أغلبية الناس بتاخد الفكر ده ويقول لك أنا مسيحي أو مش مسيحي أنا ديانتي إيه لكن النهاردة هنشوف المشهد ده بشكل تاني خالص لأن النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة في غاية الأهمية وهي المؤمن الحقيقي أو المسيحي الحقيقي مش المسيحي وبس علشان اتولد في أسرة مسيحية بيروح الكنيسة أي حاجة بيعملها من الطقوس والعادات والتقاليد اللي تربى عليها هل فعلاً ده هيبقى إنسان مسيحي حقيقي أو مؤمن حقيقي ولا لا لأن مهم قوي إن احنا نفهم رب المجد يسوع المسيح أعلن الكلام ده لأن في زمن المسيح لما كان موجود على الأرض قال للناس الكلام ده قال لهم في إنجيل متى الإصحاح السابع وعدد 21 قال لهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات الموضوع هنا هو أن يختلف رب يسوع لكل المجد في إنجيل متى وخاصة في الإصحاح الخامس والسادس والسابع كان بيدينا شريعة الكمال طبعا إحنا عارفين أن إحنا ما بنفصلش ما بين العهد القديم والعهد الجديد بنقول دايما وأنا دايما بقول الكلمة دي وللأحبة علشان برضو اللي متابعينا أن العهد القديم ظهر فيه العهد الجديد ولكن مش واضح مظلل مشوش شوية مش باين مش يعني ما هوش واضح بالدرجة الكاملة لأن كان كله رموز وكله تنبؤات عن مجيء المسيح كل الموضوع كان يعني كتاب من التكوين للرؤية بيتكلم عن شخص المسيح برموز بعلامات بأفكار بسلوكيات ورب كان بيجهز شعب إسرائيل وبيحافظ على هذا الشعب إنه يأتي منه بحسب الجسد المسيح الفادي يسوع الفادي على هذا الأساس الرب بيكلم الناس في شريعة الكمال بيوضح لهم كل الأمور اللي كانت غايبة عنهم وبنقول ان في العهد الجديد العهد القديم بكل لوغاريتماته ورموزه وكل الحاجات اللي اتعملت فيه كانت بانت ووضحت كاملا في العهد الجديد لان المسيح جاء في العهد الجديد واعلن كل حاجة وخاصة في شريعة الكمال فانجيل متى الإصحاح السابع
بيتكلم عن ازاي الانسان يبقى مقدس في المسيح. فما قال لهم ليس كل من قال لي، لان الناس كلها يعني موجودين وبيقولوا له يا رب ربوني. يعني ده كلام خطير، دي آية يعني قالها يسوع يعني مهمة وخطيرة، ممكن تفسر لنا إياها اللي هي؟ بصي، لأن المشكلة الواضحة أو المشكلة الجامدة إن بنلاقي إن المسيحيين اللي موجودين حاليا دلوقتي، يعني أنا هتكلم على الفكر المسيحي طبعا في أيام الآية دي لما الرب قالها في 2000 سنة، من 2000 سنة كان بيكلم اليهود اللي تبعوه والتلاميذ والناس اللي مشوا وراه والجموع، وكل كان بيقول له يا رب يا رب يا رب، لان الايات والعجائب اللي كان بيعملها الرب يسوع كان ما حدش يقدر يعملها غير فعلا لازم يكون من ربنا. وفي نفس الوقت الاخطر ان هو تعامل بقوه روحيه جامده جدا، وصل بيه ان هو يغفر الخطايا. والرب يسوع نفسه قال للفريسيين كلمة في غاية الأهمية: لتعلموا أن لابن الإنسان سلطان على مغفرة الخطايا. مين اللي يقدر يغفر الخطايا؟ هو الرب، الرب أكيد. هو الرب. فعلى هذا الأساس كل الناس اللي كانوا ماشيين وراه عارفين أنه هو الرب، فكانوا دايما بيقولوا يا رب يا رب. نفس الوضع في الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه، مسيحيين كتير في العالم كله، قربنا على 2 مليار. يعني كده حضرتك بتقول في ناس مسيحيين حقيقيين ومسيحيين مزيفين، او مؤمن حقيقي طبعاً، او مؤمن مزيف. ممكن تشرح لنا ايه هو المسيح الحقيقي والمسيح المزيف؟ احنا هناخدها بالتدريج، يعني ما تسبقيش الاحداث، احنا ماشيين بالراحه علشان الناس تستوعب معانا. اوكي. الناس كلها، نعم، اي واحد بيتولد في اسره مسيحيه، نعم، وبيخش الكنيسه وبيقدم وبيعمل الشرائع والطقوس المسيحيه، نعم، والعادات اللي اتعود عليها من هو طفل صغير، بيفكر ان هو مسيحي. لكن الرب هنا كشف القناع عن كل واحد، قال لهم مش كل واحد بيقول يا رب هو مسيحي، لان ليس من اعمالك الا يفتخر احد. فهنا الموضوع تحول من فكر مسيحي علشان هو اسمه يوحنا او بطرس او بولس، باسم موجود في البطاقه، الى فكر تاني خالص. المسيح الاسمي اللي احنا بنتكلم عنه، او اللي هو النقيض بتاع اللي احنا موضوعنا النهارده عن المؤمن الحقيقي، المؤمن الاسمي، نعم، او اللي بيقول على نفسه ان هو مسيحي، هو علشان بالاسم فقط، بالاسم مسيحي فقط، نعم، عادي بيخش الكنيسه، وبيقدم كل الطقوس والتقليد اللي هو اتعود عليه زي الفريسيين بالظبط، وبتبص تلاقيهم ان هو بعد ما بيخلص الكنيسه ما بقاش حتى متدين. تلاقي الألفاظ اللي بتخرج من فمه لا تليق، السلوك اللي بيعمله لا يليق، يعني بالظبط كأنه دخل الكنيسة في وقت معين لابس لبس المسيح أو لبس المسيحيين، لابس الأجنحة، تحس إنه هو بيطير، وأول ما يخلص إذا كان قداس أو اجتماع أو ندوة أو أي حاجة فيها شعائر دينية، ويخرج من هنا قبل ما يخرج يسيب الأجنحة بتاعته اللي كان لابسها، فيتحول إلى شخص تاني. استحالة نقول على ده تابع للمسيح، بيخدع نفسه. عشان كده المسيح قال ليس كل من قال لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. ناس كتير هتقول له يا رب، لكن هو لا يعرفهم، لأن أنتم مش تبعي، أنتم مش لابسني، لأن كل الذين آمنوا قد لبسوا المسيح، كل الذين اعتمدوا على اسم المسيح قد لبسوا المسيح. الموضوع في غاية الأهمية، لأن ناس كتيرة مش قادرة تفهم ده. مش علشان أن أنت مولود في أسرة مسيحية أنت تبقى مسيحي حقيقي، مش علشان أن أنت بتخش الكنيسة يومياً تبقى مسيحي حقيقي. ممكن كمان تلاقيه بيصوم ويصلي وكل الطقوس يعملها، ده الكارثة. ان هو ابليس بيخدع الناس، لان ابليس عارف الكتاب ده كويس قوي. واللي يأكد الكلام ده ان ابليس عارف الكتاب ده كويس قوي، في يوحنا في 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 متى 4، لما ابليس جرب السيد المسيح في التجربه على الجبل، كان بيقول له اشياء والرب كان بيرد عليه بالمكتوب. ليه؟
لأن إبليس أكتر واحد حافظ الكتاب ده بيؤمن، يؤمن بوجود الله. الإيمان بالله لا يخلص، وأنا بقولها وملايين بيسمعوني، وناس كتيرة ممكن تتخض، يعني عندي حتى في الكنيسة بقول الكلمة دي، إيه؟ أقول لهم آه، اللي بيؤمن بالله لا يخلص، لأن اليهودي بيؤمن بالله، أنا آسف أحبائنا المسلمين بيؤمنوا بالله، البوذيين بيؤمنوا بالله. الله بالنسبة لأي إنسان هو المعتقد اللي هو بيرجع له. ممكن تلاقي واحد الله بتاعه أو الإله اللي بيعبده هو المال، صح، وده اللي الرب قاله، ليس يستطيع أحد أن يخدم سيدين، لا يستطيع أحد المال أو الله أو المال، يعني ما ينفعش، أو اللي هو إله المال، يعني الممون، محبة المال طبعا. في نفس الوقت ممكن واحد تلاقي الخدمة في الكنيسة هو إلهه، فهم الموضوع ماشي إزاي؟ تلاقي واحد تاني ولاده هم إلهه، واحد تاني تلاقي زوجته هي إلهه، واحد تاني تلاقي شغله هو إلهه. فالله لا يخلص، لكن الإيمان بالرب يسوع، الرب قالها أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد يدخل إلى الآب، يأتي إلى الآب إلا بي. ما ينفعش حد تاني، ما ينفعش أي حد تاني غير رب المجد يسوع المسيح، هو اللي معاه الفيزا، فيزة الدخول إلى السماويات، فيزة الدخول للحياة الأبدية. ليه؟ هوضحها لك بطريقة تانية علشان نبدأ ندخل للعمق بقى، يعني احنا سنة بس انا ايه، يعني هو رب اللي بيقود، انا ما اعرفش بقى. الانسان اللي بيبقى لابس هدوم، فلنفرض انا مثلا عامل عملية في القلب، تمام، والقلب مفتوح ولابس قميص ولابس بدلة، انت هتشوفي ان في عملية في قلبي؟ لا اكيد. هتشوفي ان في مكان للجرح؟ لا. انت شايفة ان انا قاعد قدامك لابس بدلة؟ نعم. وقاعد قدامك صح؟ نعم. الرب لما بيقول بالروح القدس كل الذين اعتمدوا على اسم المسيح، او كل الذين امنوا بالمسيح قد لبسوا المسيح. لو انا لابس المسيح ايه اللي هيبان من افعالك من عملك؟ لا 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 لا، ما بكلمش على الافعال دلوقتي، انا لابس المسيح. طيب ايه اللي هيبان قدامك؟ هو من الروح القدس. لا لا لا، ما لناش دعوه بالروح القدس دلوقتي، انا ما بكلمش على الروح القدس. معلش يا اختي ساخه، ربنا يباركك. طيب يعني انا بتناقش معاك. نعم. تمام، انا دلوقتي نعم. لابس بدله. نعم. انت شفت الجروح اللي جوايا؟ لا اكيد ما شفتنيش. ما شفتها من جوه، لكن شفتي ايه؟ شفت لابس بدله. لابس بدله، انا لابس المسيح، انت هتشوفي مين؟ هشوفك انت طبعا. لا، هشوف المسيح. طب ازاي اشوف المسيح؟ لان انا لابسه. طيب هو اللي باين مش انا. طيب لو انا اللي باين يبقى انت هتشوفيني، يبقى انا مش لابس المسيح، انت شايفاني انا. طيب لكن لو انا لابس المسيح، المسيح مغطيني. نعم. يبقى انت هتشوفي مين؟ هشوف المسيح. هتشوفي المسيح. نعم. ليه بقى ان الواحد يشوف المسيح، او لما المؤمن الحقيقي لازم يلبس المسيح؟ نعم. في الحالة دي الآب السماوي ينسب للملائكة حماقة. نعم. الملائكة اللي هي أرواح خادمة بينسب ليها حماقة. نعم. والسماء غير طاهرة في عينيه. تخيلي. نعم. يبقى إيه اللي يرضي الآب؟ الابن. الابن اكيد، لان الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو الذي خبر. نعم. هو الذي عبر عن فكر الاب. نعم. لو انا لابس المسيح وجيت اعدي قدام باب هديها كتشبيه قدام باب الـ النعيم او باب السماء، واخد بالك، باب الحياه الابديه، والاب واقف يشوف مين اللي بيعدي. نعم. الابن ده لو لقى ملاك هيقول له انا بنسب لك حماقه، مش كده؟ صح، لان هو الكتاب بيقول كده، عندنا الكلمه النبويه واهي اثبت. لكن لما الاقي الابن المحبوب يسوع المسيح هيقول له عدي، ده انت ابني الحبيب. وبما ان الابن الحبيب غير محدود فيقدر يغطي كل البشريه الذين يقبلوه قبول حقيقي. يبقى
مع احترامي بقى لكل الناس، الكلام ده ممكن يكون صعب جدا. نعم. بس استحملوه مني في المحبة، بكلمك بمنتهى الأمانة يا أختي سخر. اتفضل. الموضوع ده من أخطر ما يمكن. مش معنى أن أنت مولود في أسرة مسيحية أنك تبقى مسيحي حقيقي. نعم. مش معنى أن أنت بتخش الكنيسة كل يوم صبح وليل تبقى أنت مسيحي حقيقي. مش معنى أن أنت متعمد تبقى مسيحي حقيقي. نعم. مش معنى أن أنت بتتناول تبقى مسيحي حقيقي. مش معنى أن أنت بتقرأ الكتاب تبقى مسيحي حقيقي. مش معنى أن أنت بتصوم تبقى مسيحي حقيقي. مش معنى أن أنت بتعمل أعمال خيرية تبقى مسيحي حقيقي. ممكن هاي كل الأعمال اللي ذكرتها حضرتك ممكن هاي تقنع بها الناس، ممكن قدام الناس أنت مسيحي بس أمام الرب ما راح تقدر تقنعه، لأنه هو عارف وفاحص، هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. كل الحاجات دي اسمها وسائط نعمة. إحنا مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها. دي نتاج. بس فين الإيمان الأول؟ صحيح. لو أنت ما أمنتيش بالرب في الأول، كل اللي أنت بتعمليه ده تحصيل حاصل، ولا ليه أي لازمة. ليه؟ لأن ملوش أساس، مفيش أساس. الأساس مش موجود. الإيمان الحقيقي بالرب يسوع مش عشان كده في حاجة اسمها مؤمن حقيقي ومؤمن مزيف، مسيحي حقيقي ومسيحي مزيف، اللي هو المسيحي الإسمي اللي بيبقى مكتوب بالإسم إن هو مسيحي. الموضوع ده خطير جدا جدا جدا. أكيد. وبعدين الرب أكد لنا الكلام ده قوي قوي قوي، إن في نفس الإصحاح يعني آيتين في أصعب من أصعب ما يمكن. لما بيقول للناس ادخلوا من الباب الضيق. ليه؟ لأن واسع الباب. بصي الآية دي، بصي فهميها كويس. واسع الباب ورحب على مصرعيه اللي مؤدي للهلاك، وكثيرون الذين يدخلون منه. الباب واسع ورحب. اللي مؤدي لفين؟ للهلاك. للجحيم الأبدي كثيرون داخلينه. كثيرون، لكن يجي يكمل بقى ويقول وما أضيق الباب. وأقرب يعني صعب قوي، صعب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، الحياة الأبدية. تفتكري قال وقليلون الذين يدخلون منه؟ للأسف بقى كثيرين. ده الرب قال إيه؟ قليلون، مش اللي هيدخلوا منه، اللي هيجدونه. ده فهم الكلمة؟ يعني واسع الباب ورحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. زي ما بنقول كده بالزوفة، كله داخل، لكن الباب الضيق اللي مؤدي للحياة الأبدية اللي فيه الخلاص الحقيقي، اللي فيه المؤمن الحقيقي، المؤمنين الحقيقيين قليلون جدا. مش اللي هيخشوا منه، اللي هيجدوه. مش عشان يخش، ده هيجدوه أساسا. يعني شوفي من كتر الضيق اللي فيه ومن كتر الصعوبة في هذا الباب. عشان كده الحياة المسيحية من أصعب ما يمكن. أكيد. طب إزاي المسيحي اللي هو بالاسم فقط ممكن أن يصير مسيحي حقيقي؟ إيه اللي يعمله يعني؟ بصي أنا يعني الموضوع ده محتاج أن الإنسان بمنتهى البساطة زي الابن الشاطر. الابن الشاطر عمل إيه؟ أنا بسميه الابن الشاطر مش الابن الضال. هو الابن الشاطر كان فعلا ذكي. في الأول هو ما عجبوش عيشة أبوه. أكيد. وحب إن هو يعمل إيه؟ ينفصل عن أبوه. أنا ما ينفعش الكلام ده. يعني أنا عايز أخد نصيبي. أخذ الميراث بتاعه. ومشي. خلاص ماشي. لكن لما حس نفسه إن هو في الوحل، حس نفسه إن هو خسر كل شيء. مش بس خسر كل شيء، ده مش لاقي حاجة ياكلها.
مش لاقي حتى انه ياكل من الخرنوب اللي بياكله الخنازير، مش لاقي حتى الروس ياكل من ورا زباله الزباله، مش لاقي ياكل منها. قال فعلا ده انا ابويا غني وعنده حاجات كتير وانا فقدت كل شيء، ده انا ما استاهلش اني اكون اجير عند ابويا. اول حاجه عملها الانسان ده انه قام وقف، وقف واقفه قدام نفسه، ودي اول حاجه الانسان المسيحي الاسمي. انا يعني ناس كتيره يقول لك ده متعمد، ده خالص. لا معلش، مع احترامي، المعموديه اعلان ايمان، ما بنقولش انها ملغيه، لا دي اساس، دي اساسيه مفروغ منها، ما نقدرش نلغيها طبعا. لكن ناس كتيره متعمدين وسلكوا في سلوك لا يليق بالمسيح، اكيد هل هم خلصوا؟ هلكوا. عشان كده المسيح قالها، ليس كل من قال لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. الموضوع واضح. فاول حاجه الانسان المؤمن الحقيقي يعني يقف واقفه قدام نفسه، يقف قدام المرايه ويكشف نفسه كده، صح؟ واقف واقفه، وبعدين يرجع عن اللي هو فيه، يغير خط سيره، تغيير المسار. كلمة التوبة يعني تغيير مسار. واحد كان ماشي ناحية الشمال غير نفسه واتجه ناحية اليمين. واحد كان ماشي اتجاه الغرب راح مغير خط سيره وراح راجع ناحية الشرق. واحد كان ماشي في الاتجاه ده وراح غير خط سيره للاتجاه المعاكس. الاتجاه ده مودي للهلاك، الاتجاه ده مودي للحياة. فأنا محتاج إن أنا أول حاجة أقف وقفة قدام نفسي. الإنسان المسيحي الإسمي محتاج إن هو يقف وقفة قدام نفسه. وزي ما قلنا إن كل الحاجات اللي بيعملها الإنسان المسيحي إن ما كانش فيه أساس اللي هو الإيمان الحقيقي، كل الأعمال اللي بيعملها دي لا تصلح ولا ليها أي نتيجة. لكن كل الحاجات اللي هو بيعملها لو في إيمان حقيقي، كل الحاجات اللي بيعملها دي اسمها وسائط نعمة. طب فين النعمة؟ قبول النعمة، النعمة اللي عمله الرب يسوع على الصليب هو ده كل النعمة. النعمة الحقيقية ان هو قدم نفسه ذبيحة بدلنا، مات بدلنا، حمل كل خطايانا على الخشبة، ان نقلنا من الموت للحياة. في الحالة دي لو انا امنت بالرب يسوع، كتاب يقول كده هو للجندي الروماني، ما شاف اللي حصل ده قال له ماذا افعل لان انا الحياة الابدية، قال له امن فقط بالرب يسوع، امن. الايمان بان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. الذي لا يؤمن يدان، والذي يؤمن لا يدان. طب ممكن يعني مرات ربنا يبعد مثلا مرض، مشاكل، اي شيء للانسان الاسمي، يعني ممكن دي طريقه علشان يرجع يؤمن اكثر؟ بصي هو يعني هو الناس دايما بالمرض وبالمشاكل بيبدوا يصلوا كثير ويطلبوا من ربنا ويتوبوا. هو ربنا للاسف ما هوش بنك تسليف. يعني مشكلة الإنسان إنه لما بيقف في دقيقة، لما يقع في دقيقة يبدأ يفكر في علاقته بربنا، يبدأ يرجع لربنا. يعني أنا أعرف أشخاص كانوا رجال مرموقين وحياتهم المالية كويسة وحياتهم العملية كويسة، وللأسف وقعوا في دقيقة فبدأوا يرجعوا لربنا. وما رجعوا لربنا شوفي قد ايه الرب حنين، اكيد دايما واقف على الباب ينتظر الكل. فتح لهم الباب تاني. بس للاسف الانسان متذمر، الانسان ناقم، الانسان من طبيعته طبيعه فاسده. فان لم يتوب توبه حقيقيه ويرجع للرب رجوع حقيقي ويصبح مؤمن حقيقي،
فتوبته توبة إسمية ورجوعه رجوع شكلي. وده اللي حصل للناس دي، حصل لهم مشكلة رجعوا للرب، لما اتحللت المشكلة سابوا الرب. دي مصلحة. بقى بالظبط بنك تسليف. بقينا نصلي للرب هات 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 هات، ما بنديلوش حاجة. عنا بأن الرب قال اعطيني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي. انت عايز تشوف طرقي، انت عايز تتمتع بيا، اديني قلبك. مش القلب العضلة اللي بتضخ الدم، لا لا، القلب يعني الكيان كله. اديني كل ما لك، اديني تنازل عن كل شيء، لان كل شيء ده ليس لك فيه شيء، ده كله ملكي. انا مديهولك علشان تتمتع بيه. ادانا بغنى للتمتع. المشكله ان الناس مش قادره تستوعب دي. اول حاجه الانسان المؤمن علشان يتحول من مؤمن شكلي او مؤمن اسمي او مسيحي اسمي الى مؤمن حقيقي او مسيحي حقيقي، طبعا كلمه مسيحي اطلقت في أنطاكية، المسيحيين أطلق عليهم مسيحيين، هم كانوا تلاميذ أو مؤمنين أو تابعين للمسيح. علشان نسبة للمسيح للمسيح، فأطلق عليهم، أطلق على التلاميذ مسيحيين في أنطاكية. ده في سنة 45 ميلادي. يعني اللي حصل إن الناس مش قادرة تفهم إزاي يتحولوا من شكليين إلى حقيقيين. تيجي تسأل واحد بيخش الكنيسة، بيصلي، يحضر قداسات، يحضر اجتماعات، يحضر 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 كل حاجة، وتيجي تسأله تقول له لو أنت مت دلوقتي انتقلت، هتروح فين؟ يقول لك الله أعلم. يا أخوانا يا أخوانا، إزاي 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 يبقى الله أعلم وانت اساسا مؤمن بالمسيح ايمان حقيقي؟ لان ليس باحد غيره الخلاص. لو قال لك من امن بي ولو مات فسيحيا، ده الرب يسوع اللي قال الكلام ده. هو انت بتشك في كلام ربنا؟ يعني اذا كان رب المجد يسوع المسيح بذاته اعلن هذا الكلام، يبقى انت موقعك ايه في الموضوع؟ موقفك ايه؟ للأسف أنت لسه ما دخلتش إلى محضر الرب. للأسف أنت لسه واقف على الشط لأنك شاكك. عملت زي توما، عملت شكيت. لكن طوبى لمن آمن ولم يرى. ما قالش طوبى لمن فعل ولم يرى، قال طوبى لمن آمن. الرب عايزك تآمن بيه. آمن بيه يا أخي الأول، بس إيمان يكون حقيقي نابع من الداخل. يبقى أول حاجة الإنسان يعملها للسؤال بتاعك، نعم، إنه يرجع لنفسه. أكيد. يقف وقفة قدام نفسه. طبعا أنا بقولها وبقولها صراحة، وأنا مدرك من الكلام اللي أنا بقوله، كل الأطفال داخلين السماء على حساب دم المسيح. أكيد. دي مفروغ منها، دون سن الإدراك داخلين السماء على حساب المسيح. ليه؟ لأن المسيح قالها دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. خلاص انتهى، هو جابها من الآخر. في سن الإدراك إن لم يقف الإنسان وقف أمام نفسه ويتفعل اللي عاشه وهو طفل، والتربية اللي ترباها في الكنيسة، والتعليم اللي تعلمه من أبويه ومن أساتذته في مدارس الأحد ومن المرشدين الروحيين بتوعه والقساوسة أو الكهنة أو الناس اللي بيرعوه روحياً، وتعلم منهم الإيمان الحقيقي وقدم حياته ذبيحة حية للرب، مش هيخش السماء. يعني مش بأي حاجة تانية، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. أنت لازم تآمن، فلازم تقف وقفة قدام نفسك الأول. دي أول حاجة. تاني حاجة ترجع للرب، تتوب توبة حقيقية. توب عن كل اللي أنت عملته في الماضي، اللي فاكره واللي مش فاكره. نعم. يعني أنا أفتكر لما أنا قابلت المسيح، نعم، وأنا دايما يعني حتى ما بعمد حد بخليه يعترف قدام الناس، لأن أساس المعمودية إعلان للأجواء الروحية. ما حدش يعرف إيمان الإنسان إلا نفس الإنسان وربنا. أكيد.
فما الإنسان بيتعمد بيموت مع المسيح وبيقوم لحياة جديدة. طبعا. مين اللي شايف المشهد ده؟ الناس اللي حواليه، واللي في الأجواء الروحية، الملائكة، وحتى أرواح الشر بيشوفوا ده، بيعرفوا أن ده بقى تبع المسيح. طب لو مشي سلوك المسيح بقى فعلا تبع المسيح، لو ما مشيش سلوك المسيح يبقى أخد دش من الآخر. فدايما أنا حتى ما جيت قابلت المسيح، تمام، كنت واقف الناحية دي، وبعدين غيرت الاتجاه بعد ما آمنت وعلنت، غيرت الاتجاه رحت الناحية التانية. أنا دايما باخدها كرمز للناس. أنت كنت في الشمال تتحول تروح اليمين، أنت كنت متجه ناحية الغرب تتغير وتقدم توبة وتتجه ناحية الشرق. ده المعنى بتاع الإنسان. التوبة، كلمة توبة هي تغيير مسار، تغيير مسار. أنا بغير يعني المسار بتاعي، تغيير كلي. نعم. يبقى أنا بقف أمام نفسي، برجع لنفسي، نعم، وبرجع بقدم توبة حقيقية، نعم، حقيقية مش خيالية، حقيقية. والحاجة الثالثة، أآمن بالرب يسوع إيمان حقيقي. كل الذين نظروا إليه استناروا، كل الذين نظروا إلى الذبيح الأعظم، شخص المسيح اللي اتذبح مكاننا كشاة تساق إلى الذبح ولم يفتح فاه، كل من نظر زي بالظبط الرب يسوع قالها في إنجيل يوحنا لنيقوديموس، قال له إيه؟ قال له كما رفع موسى الحية في البر. إيه موضوع الحية دي؟ شعب إسرائيل لما فسد بعد الخروج اتضربوا بالحياة السامة، كله مات ألاف. فموسى تضرع للرب، قال له اعمل حية نحاسية وارفعها على صاري، حطها على الجبل. أيوة. نفس الجبل هو نفسه اللي صلب عليه شخص المسيح. نعم. فأما يرفع الحية دي، تمام، كل الذين ينظر إليها يخلص، هيتشفي. فالرب يسوع قال إن نيقوديموس ده معلم يهود، قال له كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن ابن الإنسان يرفع، وكل من ينظر إليه يخلص. أمين. إيه ده؟ فده الإيمان، إن الإنسان يقدم نفسه فعلا بإيمان للمسيح، يقبل عمل المسيح بإيمان في قلبه، يتحول من إنسان طبيعي إلى إنسان فوق الطبيعة. لأن الإنسان الطبيعي بيتأثر بالأجواء اللي حواليه، لكن الإنسان الغير طبيعي لا يتأثر بالأجواء اللي حواليه، ما بيتأثرش. طيب. معنا اتصال جناب الأستاذ. أنا أستاذنك. معنا اتصال من أستاذ نشأت. تفضل أستاذ نشأت، أنت على الهواء. سلام المسيح للجميع. سلام ونعمة أخ نشأت. كل العاملين في قناة، ربي يباركك. شكرا لك. حقيقة أنا أريد أعرف المسيحي الحقيقي والمسيحي الغير حقيقي. تفضل. فالمسيحي الذي يكون والديه مسيحيين حيكون مسجل في دوائر الرسمية على أنه مسيحي، وقد يصوم ويصلي مثل ما ذكرت حضرتك، أو يعمل أعمال صالحة. نعم. ويذهب للكنيسة، طبعا جيد ومطلوب، ويحمل هذه الهوية. يمكن أن أسمي هذا الشخص مسيحي بالوراثة. مسيحي بالاسم يعني. لا، بالاسم أو بالوراثة. أنا أخبر بالوراثة. المسيح الحقيقي هو الذي يتخذ قرار جدي وجريء بالتوبة والإيمان. أمين. بالمسيح. طبعا مهما كان عمره، حتى لو كان آخر يوم من عمره، هو مقبول. وأن يكون هذا الإيمان إيمان مبني على رسالة الإنجيل المقدس. أمين. الذي يعلن لنا الهوية الحقيقية طبعا للسيد المسيح. نعم. أي أن يؤمن بالمسيح ربا وفاديا ومخلصا، وأنه نور العالم، ويعيش مع المسيح بعلاقة حقيقية مبتعدا عن هذا العالم وشهواته ولذاته ومغرياته. حينها سيطرح عن كل ما يمكن أن يشوه إيمانه. نعم. وبعدها يصبح إنسان مؤمن ذو خليقة جديدة. وتقول رسالة كورنثوس الثانية 5 الآية 17، إذ
أن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. طيب هسه المسيح الحقيقي والمسيح اللي بالوراثة اللي هو الاسمي اثنيناتهم عايشين، هذا عايش وهذا عايش، إذا شنو الفرق؟ فالمسيح الحقيقي المؤمن راح يحصل على امتيازات مباركة من الله لا تقدر بثمن. أذكر منها ثلاث ميزات. الأولى، المؤمن الحقيقي بالمسيح من أبناء الله بالتبني في المسيح، وقد يخبرنا إنجيل يوحنا 1:12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ثانيا، غفران الخطايا، جاء في سفر أعمال الرسل 10:43: له يشهد جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أمين. هاي ميزتين. ميزة الثالثة، نعمة الحياة الأبدية، يقول إنجيل يوحنا 3:16: حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. أنا آسف أخذت وقتكم طويل. ربي باركك يا حنشأت، ربي باركك فعلا، كلام صحيح وكلام كتابي. أن لكافة المسيحيين أن يكونوا مسيحيين حقيقيين بنعمة الرب. آمين آمين آمين. ربي باركك، ربي باركك. شكرا يا أخ نشأت. آمين آمين على المعلومات القيمة. عارفة يعني نرجع تاني لموضوعنا. نعم. لنقطة المسيحي الاسمي والمسيحي الحقيقي. لما الإنسان بيؤمن بالمسيح، بيؤمن به كرب ومخلص وفادي ومالك على حياته. زي ما قلنا قبل كده، الإنسان اللي بيؤمن بالمسيح إيمان حقيقي بيلبس المسيح. فتلقائي السلوكيات بتاعة الإنسان دي تتحول من سلوكيات عالمية إلى سلوكيات سماوية، لأن المسيح سماوي. فتبص تلاقي إن الإنسان المسيح الحقيقي من ثمارهم تعرفونهم. نعم. يعني تبص تلاقي ما ينفعش يبقى واحد يقول على نفسه انه هو مسيحي مع احترامي للأحبة وتلاقيه بيهين هيكل الله. اكيد. لو هان هيكل الله يعني بيفسد هيكل الله، الله يفسده، فازاي الله يسكن في هيكل فاسد؟ لا اكيد صحيح. شيء ولا ايه؟ يعني الهيكل ده هو الانسان نفسه، جسد أكيد. الانسان. نعم. فتلاقي ناس بتفسد هيكلها وتقول انا مسيحي. انا مسيحي. ازاي بيهينوا في حاجات لا تليق؟ يعني رب قال ما تكونش شارب خمر، بس الناس تحلل بقى تقول لك اصل بولس الرسول قال لتيموثاوس قليل من الخمر يصلح المعده. بيحللوا يعني ايه؟ بيقننوا الغلط، بياخدوا الحته اللي عاوزينها من الكتاب المقدس ويسيبوا الباقي ويمشوا عليها. ازاي؟ لانه هذا هو من الكتاب المقدس. ده لازم تسلك كما يحق لانجيل المسيح. لو سلكنا بالتدقيق نكون حكماء. مش جهلاء. أكيد. ونفتدي الوقت لان الايام شريره. أكيد. وكل اللي احنا شايفينه في الظروف اللي حوالينا دلوقتي كلها اعلانات. يعني ادينا شايفين اليومين دول الفيروسات اللي شغاله والاوبئه اللي شغاله غريبه الشكل، مش لان لها علاج في القرن 21 مع كل التطور مع كل العلم، والاف بيموتوا. اكيد. ليه الرب قال الكلام ده؟ ما دي من ضمن العلامات. نعم. حروب وفي حروب، اضطهادات وفي اضطهادات، مشاكل وفي مشاكل. نعم. كل حاجه. يعني معنى كده احنا بنعد في العد التنازلي. نعم. فأنا بشجع كل الأحبة إن هم يرجعوا ويبقوا فعلا مؤمنين حقيقيين. آمين. آمين. طب إيه رأيك يا جناب القسيس ندخل محضر الرب مرة تانية ونسمع ترنيمة من حضرتك؟ آمين. ونقول له يا رب، إحنا بنتكلم عن المؤمن، فتعال نشوف المؤمن الأمين هيفرح إزاي بهذا الفرح العظيم. مبارك اسمك يا رب. المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين. امين. بس يا ويله الخاطي، ده هيبقى حزين. ربنا يرحمنا. امين.
فرح ثمين، الخاطئ يبقى حزين لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، والخاطئ يبقى حزين لما يجي. يا خاطئ توب وارجع، والصوت يسوع اسمع. يا خاطي توب وارجع، والصوت يسوع اسمع. تندم ولا ينفع لما يسوع يجي، تندم ولا ينفع لما يسوع يجي، تندم ولا ينفع لما يجي. لا ينفعك المال كلا ولا الجمال، لا ينفعك المال كلا ولا الجمال، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، تتغير الأحوال لما يجي. يسوع أنا ناجي، والمؤمن أنا هاخده معاي. يسوع قال أنا جاي، والمؤمن هاخده معاي. تعمل يا خاطي ازاي لما يسوع يجي، تعمل يا خاطي ازاي لما يسوع يجي، تعمل يا خاطي ازاي لما يجي. يسوع على الابواب، افرحوا يا احباب. يسوع على الابواب، افرحوا يا احباب. سنخطف على السحاب لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، سنخطف السحاب لما يجي. يسوع على الميناء واقف مستنينا، على الميناء واقف مستنينا. تملك كراسينا لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، نملك كراسينا لما يجي. سعيد عرش الخروف، نسبت صفوف وصفوف. مين يا رب؟ سعيد عرش الخروف، نسبت صفوف وصفوف. بكرة العيون بتشوف لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي. بكرة العيون دي تشوف لما يجي. آمين. فعلا يعني الترانيم قد هي منعشة
قد ايه هي يعني بتحرك كل شيء بداخلنا. يعني انا اعتبرها كمان بمثابه صلاه، يعني هي صلاه، هي اساسا صلاه، يعني لغه السماء هي التسبيح والترنيم. يعني لا في وعظ في السماء، لا ابدا، ولا في قداسات في السماء، ولا في قرابين، ولا في تقديمات، ولا في اي شيء، كلها تسابيح. أنا بشجع كل الناس التعبانة والمش قادرة تصلي، فممكن تسمع ترنيمة ترنمتين وبعدين ترجع تصلي، حتشوف الرب ينتظرها. وبشجع كل خاطئ ممكن يرجع، الرب واقف على الباب وينتظرك، ارجع لي. طيب يا جناب الأسيس، كمان حبيت أسأل حضرتك، ما هي نتائج الإيمان الحقيقي؟ يعني الإنسان يؤمن يكون مؤمن حقيقي مسيحي حقيقي، في نتائج يحصلها من ده؟ خلي الناس ممكن تسمع ويشجعوا الأحبة علشان يسمعوا ده النتائج. أمين أمين. نتائج الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي، الإنسان لما يؤمن إيمان حقيقي لازم يحصل تغيير جذري في حياته. نعم. ازاي يعني؟ اول حاجه لازم يحصل تغيير جذري. نعم. يعني انسان كان خاطي وعايش في الخطيه باستمرار، لما يؤمن بالمسيح مش هيعرف ان دي خطيه، لان الناموس عرفنا الخطيه. لكن النعمه والحق اللي في يسوع المسيح صاروا جوانا. اجتمعوا مع بعض، اجتمع مع الكتاب يقول الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. يعني أعلنا الاثنين، أعلنوا في شخص المسيح. لما الإنسان يؤمن بالمسيح يعني لابس المسيح، ما ينفعش يعمل خطية، ما ينفعش يعمل خطية. عشان كده الروح القدس بيقول لنا على فم بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح الثامن، يقول لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع. نعم. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نعم. يعني هنا في سلوك، في سلوك حقيقي الإنسان بيسلك فيه كما يحق لإنجيل المسيح، مش كما يحق لتعاليم بشرية. نعم. الإنسان الحقيقي المؤمن الحقيقي بيعيش كما يحق لتعاليم المسيح. نعم. رب السماء والأرض، هو رب الكون. نعم. لما جاء وادانا التعاليم السامية، نعم، اللي لسه كنا بنتكلم عنها في إنجيل متى 5 و6 و7، وأنا بشجع كل الأحبة لو عايز تعرف دستور المسيح اقرأ إنجيل متى 5 و6 و7، ده يشجعك دايما. ساعتها لما أنت تؤمن بالمسيح إيمان حقيقي لازم هتتغير 180 درجة. أنا بقى أعلنها قدام الناس كلها، ويمكن في ناس كتير عارفيني من زمان من قبل ما اعرف المسيح. نعم. وبشهد وشهادة للمسيح للتغيير، ويمكن الناس دي يؤكدوا هذا الكلام لان هم كانوا عارفيني، كانواش بيطقوني من كمية ريحة السجائر اللي انا كنت بشربها. انا كنت بشرب 4 علب سجائر في اليوم، وعلى الاقل 4-5 سجائر حشيش كل يوم. انا بعترف قدام الكل اهو، وإزازة ويسكي كل يوم. تخيلوا إنسان بهذه الصورة، عايز بهذا المنظر. لما قبلت المسيح وأمنت بيه إيمان حقيقي، المسيح غير دمي، غيرك كليا. مبارك اسمك يا رب. أمين أمين. أنا ما استحقش اللي الرب عمله معايا، أنا ما استحقوش، لكن هو عايز يختارني، هو بيختارك، هو عايز الكل يخلص وإلى معرفة الحق يقبل. الرب النهاردة عايز يغيرك. أنت لو أمنت بيه إيمان حقيقي وأصبحت مؤمن حقيقي مسيحي حقيقي، لازم هتتغير، لازم هيحصل فيك تغيير. وزي الآية الشهيرة اللي قالها أخونا نشأت في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس وعدد 17، إذ كان أحد في المسيح يسوع، مش مع المسيح، في المسيح. لو أنا في المسيح يعني هو مغطيني، أكيد أنا في البدلة، مش مع البدلة. مع البدلة يعني هي جنبي، أنا ممكن أسيبها وأمشي. أنا لو في المسيح يعني أنا جوه المسيح، المسيح هو اللي مسيطر على حياتي. لكن لو أنا مع المسيح أنا ممكن أسيبه، مش عايزه دلوقتي، يخليك شوية برة،
انا داخل جوه، خليك انت بره، هنا هو استناني هنا. وهو فيري يعني هو 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 مؤدب زاد عن اللزوم. الرب حنون يعني يعني لو انت قلت له انا مش عايزاك دلوقتي هيقول لي زي ما انت عايزه، ما بيفرضش نفسه على حد. أكيد. عشان كده هو واقف على باب قلب كل واحد بيقرع. بتعجبني الصورة بتاعت الـ 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 الآية دي، صورة المسيح هو واقف يقرع على الباب، أكرة الباب من جوه مش من بره، مفيش أكرة بره. صح. علما بأن هو يستطيع، دخل والأبواب مغلقة مش مقفولة. مغلقة يعني متربسة. دخل وقال لهم سلام لكم. لكن هو لا يقتحم أحد، يعطي حرية الاختيار. قال للإنسان اختار، قدامك طريق الحياة وطريق الموت، قدامك النور وقدامك الضلمة، يا أخي اختار الحياة لتحيا. أنت عايز تعيش في الضلمة أنت حر، لكن لو أنت، الكتاب بيقولها في الآية اللي احنا قلناها دي، إذ كان أحد في المسيح يسوع، مش مع المسيح يسوع، في المسيح يسوع، هو خليقة جديدة، أشياء العتيقة قد مضت، مضت، وذا الكل قد صار جديد. الروح القدس يسكن في إناء نقي. لما الإنسان بيؤمن بالمسيح إيمان حقيقي، الشوائب اللي موجودة جواه بتتحول وتتغير إلى نقاء، لأن المسيح يدخل جوه ينظف. أكيد. يدخل جوه ينظف الإنسان، يحول الإنسان من مظلم إلى منور، لأن هو نور العالم. قال لك من رآني لا يمشي في الظلمة أبدا، انتهى، لأن أنا نور العالم. إزاي؟ إزاي يا رب نقدر نسيبك بعد كده؟ أنا أشهد بده. أنا تركت كل شيء من أجله، غيرني، غيرني تغيير جذري، جذري. الحاجة التانية، آية تانية من ضمن الآيات الجميلة اللي بتدل على التغيير، في رسالة أفسس الإصحاح الخامس وعدد الثامن، بيقول لأنكم كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور في الرب. إيه ده؟ ما قالش فنور مع الرب، قال فنور في الرب. يؤكد بولس الرسول في هذه الآية أيضا في رسالة أخرى، إن لازم بالروح القدس طبعا، إن الروح القدس هو اللي كاتب الكتاب المقدس. أحبائنا، الكتاب المقدس ده اللي كاتبه شخص واحد، هو شخص الروح القدس، استخدم 40 قلم لكتابة هذا الكتاب. خد يعني خد الكلمة دي، مش أنا اللي بقولها، لكن علماء الكتاب وإعلانات الكتاب كلها، كل الناس اللي درسوا الكتاب أكدوا هذا الكلام، والروح القدس هو اللي كده، عشان كده اسمه الكتاب المقدس، لأنه مقدس بقداسة الروح القدس. رب قال بنفسه الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة، هو روح وحياة، لأنه هدفه أنك تاخد الروح القدس، لأن هذا الكتاب مكتوب بالروح القدس، وحياة لأنك تستلم الحياة الأفضل، لأن المسيح جاء ليعطينا حياة، وحياة أفضل مش حياة عادية. اوعى تمشي وراء إبليس، اوعى تمشي وراء إبليس. فبيقول هنا في الرسالة بتاعت أفسس الإصحاح الخامس وعدد الثامن، لأنكم كنتم ظلمة لكن الآن أنتم نور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. ايه ده؟ اسلكوا كأولاد نور، ما قالش اسلكوا كحاجة تانية. ليه كأولاد نور؟ لأن زي ما قال أخونا اللي كان بيتكلم، ودي من ضمن الحاجات اللي الإنسان بيتمتع بيها، إن هو أصبحنا أولاد الله، لأننا مؤمنين باسمه، فبقينا هو الله نور، هو الرب نور، نور لا يبنى منه، وهو الرب يسوع جاء قال أنا هو نور العالم. فإحنا نسلك كأولاد نور لأننا أولاده. أكيد. دي الحاجة الأولانية. طيب. اللي هي التغيير. طيب في الإنسان المؤمن بعد كل هالنتائج والهاي يحصل على امتيازات، هو الأخ نشأت قال، بس ممكن تقولينا لسه ما قلناش بقية النتائج. النتائج طيب. لسه في نتيجة تانية، ما هو الرب مش هيسيبنا كده بس بالتغيير وخلاص. كتيرة. لكن نشوف. الرب قال صراحة لازم يبقى فيه شهادة حية. نعم. زي ما أنا شهادت دلوقتي، أنا حصل فيا التغيير، أنا اللي اتمتعت بيه. لكن لما أشهد بالتغيير للإخوة الأحباء، أنا بخليهم يتشجعوا. أكيد. فالإنسان المؤمن الحقيقي يحصل عنده مش بس تغيير، لكن أيضا يكون شهادة حية للمسيح، يشهد عن عمل المسيح.
رب يسوع في أعمال الرسل الإصحاح الأول التلاميذ طبعا كانوا خايفين ومرعوبين، فالرب ده أما قعد معاهم قال لهم إيه؟ قال لهم أنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. أنتوا هتنالوا قوة متى حل الروح القدس عليكم، لأن يوحنا عمد بالماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. ده قالوا في سفر الأعمال أعمال الرسل الإصحاح الأول العدد الخامس. جاء في عدد 8 وقال لهم إيه؟ هتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. ما قال لهمش هتقعدوا في بيوتكم، ما قال لهمش هتقعدوا في الكنائس، قال هتكونوا شهود. فالإنسان المؤمن الحقيقي لازم يكون شهادة حية. قال لهم أربع دوائر للشهادة، إنه يشهد عن المسيح، وده الحاجة التانية للإنسان بيتمتع بيها لما بيصبح مؤمن حقيقي، يشهد في أورشليم. قال لهم تشهدون لي في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض، كل الأرض. يعني معنى هنا هو الإنسان لازم يشهد عن عمل المسيح، مش بس هو يتمتع بالتغيير اللي حصل له، ولكن يشهد عن عمل المسيح اللي حصل في حياته قدام الناس. عارفة زمان في الكنيسة الأولى لما كانوا واحد عايز يقبل المسيح، طبعا كانوا الأول بيعلموهم ويتلمزوهم، لأن الرب قال اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. طيب كان اللي عايز يقبل المسيح بيقعدوا في اجتماع الموعظين أو قداس الموعظين، يقعد يسمع لغاية ما يبدأ الاجتماع الأساسي أو القداس الأساسي أو الطقس الأساسي اللي بيعملوه. وكانوا بعد كده هو يبدأوا يقدموا المناولة ويتناولوا المؤمنين بس كشركة المؤمنين. إيه اللي حصل بقى؟ لو واحد عايز يقبل المسيح خلاص، هو خلاص فهم وآمن والتلمز وجاهز، كان يعمل إيه؟ مش خلاص، كان يعمل إيه؟ يقف على المنبر قدام مئات بل آلاف ويشهد عن عمل المسيح في حياته، يقول لهم أنا كنت كذا 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 كذا، وما قابلت المسيح وعرفت وعرفته وتلمسته وتلمست على بالروح القدس وأنا بقبل المسيح دلوقتي. بيعلن، يعلن شهادة حية، بيشهد إن المسيح غيره. وكل الناس يعني أبسط ما فيها بولس الرسول اللي كاتب يعني 14 رسالة في الكتاب المقدس، كان شاول، كان قتال قتلة، كان داعشي، يعني هو أشهر داعشي في الكتاب، كان بعيد عن الرب خالص. كان فاكر أنه بيرضي ربنا، لكن لما الرب تلمزه، لما الرب ظهر له وتغير، بقى كل ما يقابل ناس يقول لهم أنا كنت أنفس شرا، زي عارفة التعبان الحية بتنفس، أما الحية بتنفس الشر، بتنفس السم بتاعها، هو كان بيقولهم أنا كنت بنفس شر. يعني بولس الرسول بيقول بيشهد، قال أنا المزدورة والغير موجود. إزاي إزاي ده أنت بولس الرسول، ده أنت رسول الأمم. يعني بس كان دايما يشهد عن عمل المسيح والتغيير اللي حصل في حياته. فيبقى أول حاجة الإنسان بيتمتع بيها إن هو يتمتع بالتغيير، يبقى في 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 تمتع بالتغيير، يعني يحصل له تغيير فعلا، تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي ده يخليه الحاجة التانية يشهد. دي نتائج الإنسان اللي لما بيآمن بيحصل له نتيجة الإيمان، نتيجة الإيمان التغيير والشهادة الحية اللي بيشهدها عن عمل المسيح لتشجيع الآخرين. وبعدين الكتاب بيقول الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يعني إيه مبشرين بالكلمة؟ بيشهدوا عن الكلمة، شهادة للكلمة.
يعني بنلاقي ان توما راح الهند، مرقس جاي مصر، بولس وبطرس راحوا اوروبا، يعني واخد بالك كل واحد راح في حته، مش بس دول، ده عندك العالم كله اتفتن، المسكونه كلها اتفتنت، البلاد كلها، بال 120 تلميذ اللي استلموا الروح القدس وجالوا مبشرين بالكلمه. النقطه اللي احنا عايزين نفهمها ان الرب يسوع نفسه اعلن ده، الشهاده هو انك تعترفي بعمل المسيح في حياتك، ما تخجليش. ناس كتيره يمكن في ايامنا الحاليه دلوقتي بيخافوا يتكلموا عن المسيح في اشغالهم علشان ما يتفصلوش، يقول لك لو اتكلمت عن المسيح انت بتعمل بلبله، ما ينفعش انك في شغلك تلبس صليب علشان انت كده بتؤذي الاخرين. صليب ايه اللي بيؤذي الاخرين؟ اعتقد دي في بلداننا، بس في امريكا دي يمكن مش موجوده. مين اللي قالك مش موجوده؟ مين اللي قالك مش موجوده؟ انا اعرف ناس اتطردوا من شغلهم هنا في امريكا، في امريكا، في امريكا، علشان بدل الكلام ده كان من كذا سنه، بدل ما بيقولوا ميري كريسماس لازم يقولوا هابي هوليداي، فقالوا ميري كريسماس، فصاحب الشغل سمعهم فراح مطرده. يعني مش الاضطهاد موجود في كل مكان، مش في بلادنا العربيه فقط. يعني يمكن في بلادنا العربيه علشان الاغلبيه فيها فكر مختلف فبيبقى فيها اضطهاد واضح، لكن حتى في العالم كله. يعني انا هقول لك على حاجه اتقالت لي انا شخصيا. انا صورتي في الباسبور في جواز السفر قسيس. طيب فالناس اللي بيدوني جواز السفر قالوا لي في بلاد مش هتعرف تخشها. طيب فبقول لهم يعني ايه؟ قالوا لي في بلاد لو انت دخلت بالصوره دي هياخدوك على المعتقل على طول. مش بلاد عربيه، بلاد اجنبيه. ليه؟ لان الشر متوغل في العالم كله. هل ده يخليني لا انا اتكسف؟ لا طبعا، انا اشهد شهاده حيه. الرب قالها صراحه في انجيل متى الاصحاح العاشر وعدد 23 32 و33، بيقول لهم ايه؟ كل من يعترف بي قدام الناس اعترف بي انا قدام ابي الذي في السماوات، والذي ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. الاعتراف بشخص المسيح هو اساس الحياه المسيحيه. رب يسوع كان دايما يقول اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. ازاي انا اخجل ان انا اتكلم عن المسيح؟ ازاي انا اخجل ان انا ابشر الاخرين؟ مش لازم اقول لهم اكلمهم بالانجيل، اكون انا شهاده حيه. يبقى التغيير اللي حصل فيا ده لازم الناس تعرفه. معرفة الناس بهذا، يعني أنا لما حد الرب بيتعامل معاه أقول له الرب يجي يشكرني، أقول له أنا ماليش دعوة، أنا ما عملتلكش حاجة، الرب هو اللي عمل. أكيد حد يتشفي، حد يتحرر كده، الرب هو اللي عمل مش أنا. أكيد روح اشهد عن عمل الرب في حياتك. روح اتكلم على إن المسيح شفاك، روح اتكلم على إن المسيح حررك. ده أساس الفكر. يبقى التغيير للإنسان والشهادة للآخرين، للناس. علشان كده احنا نكون كلنا جسد واحد في المسيح. أمين. وده بقى يخلينا نخش على الامتيازات بقى للإنسان بيتمتع بيها. وطبعا أخونا نشأت قالها، بس يعني نحاول برضو نوضحها أكتر علشان الأحبة يفهموا الموضوع أكتر. احنا أخذنا ثلاث نعم، لان هو الرب مملوء نعمه فوق نعمه، هو كل النعم. اكيد. ومن ملئه اخذنا نحن نعمه وفوق نعمه، يعني احنا خدنا كل النعم. نعم. فهو ادانا ثلاث نعم، ودي نتيجه المؤمن الحقيقي اللي بيحصل للانسان المؤمن الحقيقي. احنا كلنا مولودين بالخطايا. بعمل المسيح على الصليب وإيماننا بعمل المسيح على الصليب ننال غفران الخطايا. ليه؟ لأن الدفع الصك، التمن الدفع،
يبقى انا بتمتع بغفران الخطايا، نعمه غفران الخطايا. علشان كده الانسان نفسه اللي بيتمتع بغفران الخطايا بيغفر الاخرين. اكيد. وده بنلاقي يعني هو مش موضوعنا، لكن انا برضو عايز اشارك الاحبه في ثلاث حاجات الناس لازم تفهمها. في ثلاث حاجات الرب شرطها في الكتاب المقدس. هو بيدي بدون شرط، بس قال ثلاث افعال مشروطين بثلاث حاجات. ايه هي؟ الانسان. نعم. اللي عايز حياته تطول. نعم. حياته تطول. لازم يكرم اباه وامه. قال كده هو. طبعا احنا بنقول الكتاب المقدس ما بنفصلش العهد القديم عن الجديد، وكل واحد كتاب كله وحده. قالها في الوصايا العشر: اكرم اباك وامك لتطول ايامك على الارض. يبقى انت عايز تطول ايامك على الارض، تكرم اباك وامك. الحاجه الثانيه، عايز تتمتع برخاء وسخاء وعطايا من كل، يعني ما تعرفش باب الرزق مفتوح ازاي. طيب. وبركات من كل الاتجاهات. تكون امين في جميع العشور. مش بس المال. جميع العشور. الرب قال ايه؟ قال هاتوا جميع العشور الى الخزانه ليكون في بيت طعام. وافتح لكم قوى السماوات، عشان تقولوا كفايه كده بقى، كفايه، مش عايزين اكتر من كده. يعني انا افتح لكم قوى السماوات، عايز تتفتح لك قوى السماوات. تقدم جميع العشور، عشور مالك، عشور وقتك، عشور حياتك، عشور فلوسك، عشور بيزنس بتاعك، كل العشور بتاعتك، جميع العشور. والرب قالها بقى اكتر: ان لم يزد بركم عن الكتبه وفريسيين فاي فضل لكم. اكيد. يعني لازم يبقى اكتر من العشور، لكن احنا بنقول اقل حاجه هي العشور. دي حاجتين. حاجه الثالثه، عايز ربنا يغفر لك. عايز ربنا يغفر لك خطاياكي، اغفري للاخرين. ودي قالها في الصلاه النموذجيه اللي قالها في انجيل متى الاصحاح السادس: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. ابويا الروحي، ويمكن يكون سامعني دلوقتي، وانا دايما بشهد ليه، ربنا يباركه ويديله طول العمر ويخليه. حصل مشكله بين ناس في المنطقه اللي هو فيها. نعم. واحد ما كانش عايز يغفر لاخوه. نعم. فروحنا مع بعض علشان نحاول نصالح. قال لهم قبل ما نتكلم: تعالوا نصلي ابانا الذي. وقف عند الحته. قال ايه؟ ابانا الذي في السماوات، يعني ولا تغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. راح الراجل باصص له كده قال له: ايه يا ابونا؟ ازاي؟ مش مكتوبه كده، مكتوبه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. قال له: طب اغفر لاخوك وتصالحوا على بعض. انا اشهد لهذا الرجل بالحكمه اللي الرب اداها له. ربنا يباركه ويديله طول العمر ويخليه. طب ابونا، مرات يكون يعني الغفران، ولو احنا حندخل في موضوع ثاني. لا بس حبيت اسال بس سؤال. نعم. يعني مرات يكون الغفران، انت كل ما تغفر المقابلك يعتبره ضعف ويعمل حاجات اكثر. انت مالك بالمقابل، انت اللي بترتاحي. ترتاحي، بس كمان يأذيك يعني. الرب يقدر يحل المشكله دي؟ ممكن تغفر له وتبتعد عنه. هل ربنا ما يقدرش ان هو يحل المشكله دي؟ اكيد يقدر. بس خلاص اغفري للي قدامك. نعم. عشان تنالي نعمة الغفران. نعم. لو انت مؤمنة حقيقية هتنالي. نعم. نعمة الغفران. نعم. ليه؟ لان في اعمال 10. نعم. يقول: له يشهد جميع الانبياء. نعم. ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. امين. الرب يغفر كل الخطايا. نعم. لانه غفرها اساسا على عود الصليب. احنا اللي مش قادرين نتمتع بهذا الغفران. نعم. الناس لغاية دلوقتي مش قادرة تتمتع بغفران الله. ليه؟ لأن هم مش قادرين يغفروا. والمؤمن الحقيقي لازم يغفر، لأن ده شرط من شروط اللي رب أشارتها. المؤمن الحقيقي لازم يكرم أبويه. المؤمن الحقيقي لازم يدفع جميع العشور. يكرم أبويه حتى لو أبويه كانوا هم على غلط. لا، إكرامهم
قال لك أكرم أباك وأمك نعم. لتطول أيامك على الأرض yeah. ما قالش طعهم في الغلط yeah, هو كده هو ده اللي عاوز يعني يعني بصي يعني ناس كتيرة أما حتى بنعمل نعم. مشورة للأزواج نعم. من ضمن الآيات اللي موجودة في الكتاب نعم. آية صريحة جدا نعم. للمرأة اخضعنا لأزواجكن نعم. وبينسوا الحتة الأخيرة كما للرب يعني نعم. إيه؟ لو رجعنا للترجمة الأصلية نعم. في الرب يعني إيه؟ يعني لو الزوج قال للزوجة حاجة ضد ربنا لا تطيعه أكيد. ضد فكر ربنا لكن لو في فكر ربنا خلاص هو رأس أكيد. دي مسؤوليته الغلط هيعيب عليه هو مش عليا أنا. انا في الحاله دي الزوجه انا بريئه ليه لان الراس اشتغل هنا الانسان لما بيتمتع بغفران الخطايا هيتمتع بيه لما هو يغفر فلازم الانسان يغفر عشان يتمتع بغفران الخطايا المؤمن لازم يغفر المؤمن لازم يكرم ابويه المؤمن لازم يدفع جميع عشوره المؤمن لازم يعيش كما يحق لانجيل المسيح ما ينفعش يعيش كما يحق للعالم نعم. أثناسيوس الرسول نعم. اللي الرب اداله بالروح القدس انه يكتب قانون الايمان وكل من لا يؤمن بقانون الايمان ليس مسيحي بقولها اعلنا طيب. انا بتكلم على المسيحيين عامه ما بتكلمش على طوائف انا لا طائفي وتابع المسيح أكيد. انا تابع الكنيسه الاولى بس نعم. فانا تابع المسيح فقط بشكر الرب كلنا تابع المسيح فالنقطه المهمه نعم. أثناسيوس الرسول الناس قالوا له يا أثناسيوس العالم ضدك قال لهم وأنا ضد العالم كان منين القوة دي نبقى ضد العالم بالروح القدس الرب يعطي الإنسان المؤمن يتمتع بقوة الله فيه فالنتائج اللي الإنسان بيتمتع بيها قلنا غفران الخطايا نعمة الغفران اللي هو بيحب الحاجة التانية نعمة البنوية الرب بيقولها مش بس هو بيقولها بالروح القدس او بيقولها يعني عن طريق الروح القدس لينا لكن الروح نفسه يعني هو الرب قالها بالروح القدس على فم يوحنا الرسول في انجيل يوحنا الاصحاح الاول وعدد 12 قال لك اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه مش السالكين حسب تعليم اي حاجه لا المؤمن الإيمان بالمسيح المؤمن الحقيقي هو المؤمن الحقيقي الذي يؤمن بشخص المسيح آمن بس أصبحوا إيه؟ أولاد الله يعني مولودين من الله الجينات بتاعتهم تحولت من جينات أرضية إلى جينات سماوية من جينات طبيعية إلى جينات سماوية فلازم يسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح لازم يبقى فيه بنوية حقيقية يبقوا أبناء يرثوا وده اللي اكده الروح القدس على فم بولس الرسول في رساله روميا في رساله روميا يا احبه الاصحاح الثامن الروح نفسه يشهد اننا اولاد الله ايه ده ما قالش ابناء ليه انا مانيش حلو لكن رحت مثلا السويد طبعا هناك بنات الفرنجه فالاطفال اطفال الفرنجه جبت ولد اتبنيته واديته اسمي عادي جدا بقى يحمل اسمي انا اتبنيته مش كده ماشي في الشارع واختي صاخه قابلتني مين الولد الجميل اللي معاك ده اقول لها ده ابني تقول لي يا كذاب لا ابنك منين جايبه منين ده انت فاهمه يا فاهمه لانه لا يحمل جيناتي يا نعم يقدر اللي قدامي يشك فيه ايه تلقائي نعم. ولا يمكن ممكن يتشك في ميراثه نعم. لكن اللي حامل الجينات الطبيعية بتاعتي لو العالم شكك فيه ما ينفعش لانه حامل جيناتي صح غصب عن عين اي حد هيرث صح فالروح القدس يقولها ان هو الروح نفسه يشهد لنا لارواحنا اننا اولاد الله فان كنا اولاد نحن ورثة ورثة الله نعم. ومش بس ورثة الله ده احنا وارثون مع المسيح بقى ورثنا ايه ميراثنا سماوي ميراثنا ابدي نعم. الانسان مش قادر يستوعب ده يه. والحاجه الثالثه نعم. الحياه الابديه
دي احلى حاجه. دي احلى حاجه بقى، دي بقى احلى هنا كل من ترك بيوتا تنوى واخوه واخوات وزوجات واما واولادا وحقولا من اجل اسمي ياخذ 100 ضعف في هذا الزمان وبقشيش بقى الحياه الابديه. نعم. ابليس السارق ياتي ليسرق ويذبح ويهلك. نعم. المسيح قالها صراحه، اما انا فقد اتيت لتكون لكم حياه أبدية. وحياه افضل، اللي هي الحياه الابديه. أمين. الحياه الابديه يا احبه بتبدا من ساعه ما بتقبل المسيح قبول حقيقي. الحياه الابديه بتقبل لما تصبح مؤمن حقيقي. الحياه الابديه لما تكون تتحول من مسيحي اسمي الى مسيحي حقيقي، ساعتها تتمتع بالحياه الابديه من وانت هنا على الارض، لانك بتعيش السما على الارض، لان الله غير محدود. فما تحدوش في حياتك العاديه، لان احنا مناش حياه ارضيه، احنا حياتنا سماويه حتى واحنا على الارض، لان احنا في الارض هنا عايشين مؤقت لكي نذهب الى بيت الاب حيث المسيح نكون نحن ايضا. امين امين. فعلا امتيازات رائعه من عند الرب، ومشجع كل المشاهدين واللي بيشاهدونا بان يتشجعوا ويكونوا مؤمنين مسيحيين حقيقيين. طب جناب الأسيس، ممكن نسمع ترنيمة أخيرة؟ أمين أمين أمين. طبعا احنا محتاجين ان احنا نعلن إيماننا. أمين. نعلن الإيمان ده. أمين. قدام الرب. أمين. وأنا بشجع الأحبة، يعني يجي بعد الترنيمة أنا هصلي، واللي عايز يفتح قلبه ويصلي ورايا هذه الصلوة البسيطة، بس يصليها بقلب وبإخلاص وبإيمان حقيقي. الرب واقف على باب قلبك مستني ان انت تكون من اهل بيت الله، لكن للأسف في كتير مخدوعين بفكر إبليس. ربنا يفتح عينين الكل، تعالوا نفرح بالرب ونقول له يا رب شعبك النهاردة بيعلن بيك إيمانه. آمين. أمين. شعبك يعلن بيك إيمانه، اتمسك بوعودك، انت راعينا وكل بالينا وتغمرنا بجودك. شعبك يعلن بيك إيمانه، اتمسك بوعودك، انت راعينا وكل مالينا وتغمرنا بجودك. عمانويل عمانويل الله معانا، عمانويل عمانويل الله معانا. مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا، انك لينا وينيك فينا، غيرك انت افدينا. مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا، انك لينا ومنيك فينا، غيرك انت يا فدينا. عمانويل عمانويل الله معانا، عمانويل عمانويل الله معانا. قيمة حقك بتعلمنا وسرج لرجلينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا وسرج لرجلينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. عمانويل عمانويل الله معانا، عمانويل عمانويل الله معانا. شايفين على كفك أسامينا، منقوشة على إيدك، واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. شايفين على
كفك أسامينا منقوشة على إيدك واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينك عمانوين عمانوين والله معانا عمانويل عمانويل الله معانا عمانويل عمانويل الله معانا عمانويل عمانويل الله معانا آمين. نعم يا رب أنت معانا يا رب. أنا بصلي النهاردة لكل إنسان شاهدنا إنه يتلامس معاك يا رب. لو أنت النهاردة لسه ما اختبرتش الميلاد الثاني اللي المسيح قاله لنيقوديموس إن لم تولد من فوق لن ترى ملكوت الله. لو أنت لسه ما اختبرتش الإيمان الحقيقي لتكون مؤمن حقيقي الرب النهاردة مستنيك إنك تقول الكلمات البسيطة دي. والرب النهاردة يقدر يغير حياتك، يقدر يخليك شهادة حية، يقدر يمتعك بالغفران والبنوية والحياة الأبدية. قول ورايا كلمتين الوسط. يا رب يسوع أنا بشكرك إنك فدتني على الصليب. أنا إنسان خاطي، بعترف ليك يا رب، بقبل غفرانك، بصدق في عملك، بقبلك رب ومخلص لحياتي. ادخل قلبي يا رب واملاني بالروح القدس، اكتب اسمي يا رب في سفر الحياة. أنا من الآن ملك ليك، ليك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين آمين آمين. ربنا يباركك يا إذا قالوا الكلمتين دول. نعم. الرب فاتح أبواب السماء. آمين. لكل واحد. أنا عندي بس طلب الصلاة لأبو لؤي من العراق، هو مريض في صدره، عنده مرض في صدره. آمين. فتعبان جدا، فأطلب من حضرتك تصلي له. آمين آمين. أبونا السماوي أنت قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب إحنا جايين لك النهاردة بنتحد كجسد واحد في المسيح. يا رب بحط أخونا أبو لؤي بين إيديك يا رب. يا رب أنت اللي تقدر تشفي كل مرض. أنت قلت الذين لمسوك نالوا الشفاء. يا رب كل الذين لمسوك نالوا الشفاء. المس ابنك الآن يا رب في اسم الرب يسوع المسيح وقوة دم الصليب. أنا بصلي الآن بسلطان الروح القدس أنك تتعامل مع هذا الإناء يا رب وتعلن مجدك من خلاله يا رب. المس هذا الصدر يا رب، حرره من كل ألم. أنت يا رب اللي تشفي تشفي، لأن المرأة نزفت الدم قالت لو لمسته بثوبه وخرجت منك قوة يا رب. اخرج قوة الآن يا رب. أنا بصلي الآن إنك تشفي. استقبل استقبل الآن يا أخونا أبو لؤي قوة شفاء من الطبيب العظيم. لو ليك إيمان مثل حبة الخردل هذا يكون لك، وحسب إيمانك يكون لك في اسم الرب يسوع. آمين آمين آمين. بشكرك جدا يا جناب القسيس، حلقتنا انتهت، وكانت طبعا بشكرك على المعلومات القيمة، ويا رب يكون كل الناس استفادوا ويكونوا من النهاردة مؤمنين حقيقيين. ونشكرك جدا على كل المعلومات. أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج همسات عبر. نترككم تحت حماية الرب، إلى اللقاء.